يا ابني مش فاكرني. انت مين يا عم ودخل لي بلال الحلميه؟ مش فاهم حاجه يا ابني. دي مال وبنون، ركز في الوش يا ابني. وشك ما فيهوش حاجه ركز فيها يا ابني. افتكر مش انت ليك اخ سافر زمان الزقازيق؟ ايوه، وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا. اهو وانا عارف. يبقى انا مين؟ تكونش انت سوال بيجول اللي وداه الزقازيق؟ الله يخرب بيتك يا ابني، ركز شويه. هركز هركز. مين يعرف ان انت وانت صغير كان عندك حسنه في بس ما حدش يعرف ان كان عندي حسنه في ودني غير اخويا. وانا عرفت. يبقى انا مين؟ تكونش انت الدكتور اللي ولدتني؟ يخرب بيتك والله عايز اساعدك، بس قول لي اسئله اسهل من كده. هبسطها لك على الاخر. ماشي يلا. مش انت بتبعت جوابات لاخوك اللي في الزقازيق؟ ايوه، وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا. وانا عرفت. يبقى انا مين؟ بس يبقى انت اخويا. يا غبي، انا البوسطجي اللي ببعت الجوابات لاخوك. ولما انت البوستاكي مسطعني وكاي ليه عامل لي دخله وقرفني وبتاع وانا ببيع الكتب ليه؟ قرفني ليه يا عم؟ زهقنا من جواباتك. حد يكتب جواب 80 صفحه يا عم؟ انت مالك؟ انا بحب اخد وقتي مع نفسي. ما تكلمه يا اخي، ما تكلمه في الموبايل بتاعي. لا احنا ليه يا عم؟ اخويا بيحب يسمعني. انت مالك؟ سيبني والنبي عشان عايز ابيع شويه الكتب دولت. الله يصلح حالك. هي دي مكتبه مخلص بقى اللي انت عمال ترجع عنها في جوابات؟ اه هي دي مكتبه مخلص. ورامي ايه الكتب ليه؟ مش فاهم. بص انا قلبي ارتاح لك وعايز احكي لك. اصل مخلص ده نادل قوي 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 قوي، مش عارف سموه مخلص ليه. ابوه قبل ما يموت قال له اوعى يا مخلص، اوعى يا مخلص تبيع الكتب. قال له عيب يابا، عيب ده انت ابويا موت وانت مرتاح. قال له انا موت. قال له موت يابا. ابوه مات كده. قال لي يلا نبيع الكتب ونفتح محل موبايلات بقى وتلعب معانا. انت برضه هتقعد ترخي زي جواباتك؟ اسكت بقى شويه يا عم. ما طب اقول لك حاجه، موقف نتالا ليه تاني؟ اه قول لي. يعني مخلص ده عمل ايه اخر حاجه نتالا عملها معاه؟ هقول لك. ابوه قبل ما يموت على طول طرده من البيت. ام مخلص خرج بره البيت وكتب عليه مكتب الارشاد وبلغ البوليس. نتلي سياسي قوي. انتوا كلكم اندال اصلا. يلا يا عم روحي. على الله تبعت جوابات تاني. يلا ادخل كده وانت شبه سقراط. يلا يلا اشكال مش عارف بيكبوها منين. يلا يا كتعم، حد يشتري منا اي كتاب كده ولا نعمل اي مصلحه؟ ايه ودي كتب حد؟ اهلا. صباح الخير. صباح الخير يا مخلص. اهلا صباح الفل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا جلده. ايه يلا؟ ها ما خلصناش من الكتب اللي قلت لك خلصت منها؟ لا لا لا، انت عارفني اخلصك. ما انت عارفني افهمها في كل وضع. افهمها وهي طايره وهي بتعوم وهي بتسوق. انت اصلا مبهور بدماغي، عشان كده بتجيبني اشتغل معاك. تقعد تقول لي يخرب بيت دماغك. يخرب بيت دماغك. انا مش عايز رغي. تمام. انا عايز اخلص الكتب اللي في المكتبه دي. يعني عايز احول المكتبه دي بقى اخيرا للمشروع اللي انا بحلم بيه، مشروع الموبايلات. يلا وانت يا جلده هتساعدني برضو في الموبايلات. ربنا يخليك يا ريس. يلا تبيع معايا شويه الكتب دول وبعد كده الباقيين دول هنخلص منهم. خلاص انا هقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه. ماشي يا ريس. وعي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ عشان تاخده وتتعيلي دعوة حلوة، بدل ما تاخده باتنين جنيه وتدعي عليها دعوة وحشة. يطلع لواحد فلوتة يقول لي هو في دعوة حلوة ودعوة وحشة؟ اقول له ده موضوع كده. ولا تعال تعال تعال، انا بفهمهم بس. هم فاهمين كل حاجة ما شاء الله، مالكش دعوة انت. تمام. انا اقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه بس. تمام. نص جنيه. وعي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ مش ده موضوعنا. موضوعنا رد على الفلوتة اللي سألني من شوية هو في دعوة حلوة ودعوة وحشة. ولا بنص جنيه بس، ما تقولش حاجة تانية. آه ها؟ تمام. عارف لو قلت أي حاجة تانية أنت حر. وأي كتاب بنص جنيه 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 كده بقى ب 80 جنيه يا ابني. انت كده هتطفش الزباين. بس انا قلت بنص جنيه بس. لا ما تقولش حاجه. بص قول انت اي كتاب وانا اقول بنص جنيه. اي كتاب بنص جنيه. ليه بقى؟ لان انت لو خدته بنص. بص شفت بتضايق ازاي؟ بتصدع. بقول لك احنا مش عايزين نبيع لا بنص جنيه ولا اي حاجه. طب بس عندنا كتب مهمه ممكن تتباع والله. نشوي قصر الشوق بنص جنيه. السكريه بنص جنيه. طبيبك الخاص بنص جنيه. لا طبيبك الخاص بنص جنيه ايه؟ لا لا لا، ده احنا كنا بنقف عليها طوابير يا ابني. ده كان زمان. دلوقتي من على النت تنزل طبيبك الخاص يقعد جنبك يحكي لك كل حاجه. يعني مش محتاجين نبيع الكتب؟ مفيش الكلام ده. انا قلت لابويا بقى الله يرحمه ايه حكايه الكتب دي؟ خلاص ادمت. هو ما سمعش الكلام وقال لي حافظ لي على المكتبه. مكتبه اللي حافظ عليها؟ إذا كنت ما حافظتش عليه هو نفسه، حافظ على المكتبة. نادلي نادلي يعني.
مين ده؟ ابوك يعني، شوف عايز المكتبه تقعد حتى بعد ما يموت عايزها تقعد. بص اقول لك ايه، خد الكتب دي وشويه الكتب اللي في المكتبه كلها كلها، وعايزك تديها لبتاع الروبابيكيا. تمام. ماشي. اعمل حاجه تاني؟ عايزك تروح للواد سيد رنا. انا متفق معاه، هيبعت معاك سيدهايه عليها رنات جديده لسه ما نزلتش مصر، عشان اي حد بقى نزل له رنه نعمل له سكرين نظبط شغلنا بتاع الموبايلات بقى. طب انا بس هفهم حاجه صغيره قوي، انا اروح الاول بتاع روبابيكيا ولا اروح الاول لسيد رنه؟ عشان ما اروحش انا بمساكي فانت تقعد تقول لي انت بتصرف من دماغك وانت مش عارف. لا انت تفهمني كل حاجه وانا ماشي. خلص. نو نو نو، هتاخد الكتب هتروح لمين؟ هروح لسيد رنه. لا هتروح لبتاع روبابيكيا هتديهم له، هتجيب الفلوس هتروح لسيد رنه تجيب من عنده السي دي. يا سلام، مش عايز ولا كلمه. يلا يا سلام، دي سهله قوي دي، اروح انا لبتاع الكتب واقول له بتاع الحق اتكلم وانا ماشي مع نفسي. انا مستحمله ليه؟ انا مش فاهم مستحمله ليه. مخلص مخلص. ازيك يا مخلص عامل ايه؟ ازيك يا وزه عامله ايه انتي؟ الحمد لله. انا اجرت فستان الفرح. اخيرا، كويس ان انت لحقتي قبل ما نعمل الفرح النهارده. هو انت بتعمل ايه؟ انا بصفي المكتبه بقى، هحولها هحولها لمحل موبايلات. يعني تصفي مكتبه ابوك وتفتح محل موبايلات تحط فيه القرشين اللي حيلتك وفي الاخر بنخسر وما نلاقيش حاجه؟ حرام عليك، ده احنا فرحنا النهارده. ايوه، بدل الفرح هيبقوا فرحين، فرح انا وانتي وكمان المشروع الجديد بتاعنا بقى اللي هيكسر الدنيا. خلاص الكتب ملهاش اي لازمه. ايوه بس المكتبه معروفه وليها اسم، وانت بكده بتحط اسم باباك في التراب. اذا كان بابا نفسه بقى في التراب جت على اسمه ما يجراش حاجة. وبعدين أنا عايزك تقفي جنبي يا بنت، عايزك تقفي جنبي. أنا الشبكة اللي كنت جايبها لك كنت جايبها لك بكام؟ ب 10,000 جنيه. حلو، 10,000 جنيه دي من فترة يعني زمان، دلوقتي الذهب بقى ب 25,000 جنيه، 25,000 جنيه دول يظبطوا لي المكتبة تبقى محل 100 100. بص إحنا هنبيع الذهب ده وبالنص، أنت 12.5 وأنا 12.5، أوضب بيهم ونبقى 100 100. نعم يا نية. أنت قلبت على فيفي عبده مرة واحدة ليه كده؟ مخلص دهب مش ببيع ولا بسلف، لما نتجوز يا حبيبي النهارده ابقى افكر، مش من اولها داخل لي على طمع. تجهز يعني ويجي لي في الميعاد. قال نصهم قال مش كفايه انك هتتجوز وزه؟ عارف يعني ايه وزه؟ وزه يا ابني. ايه وزه؟ بتبيض يعني ولا ايه؟ طب وبعدين؟ كويس ان هو دهب صيني ونخلص منها الحمد لله، بس مفيش حل غير الوضع عربي. ولا عربي ولا عربي. نعم نعم يا مخلص، عاوز ايه؟ تعال عربي، تعال تعال عربي. يعني تعرف طبعا ان انا فرح النهارده يعني. يا بختك يا اخي، بقى تاخد وزه اللي بحبها مني وتخطبها وتتجوزها كمان، ومش عايز نزعل منك. انت شارب جاز ولا ايه؟ يعني هو طبعا فرح النهارده ومحتاجك يعني في حاجة، أنت استعديت مثلا الفرح؟ عارف وعملت حسابي. عملت حسابك إزاي؟ جبت إزازتين بيرة تركيز 10% عشان أول ما أسمع الزفة بتاعتكم معدية وبتعمل تم تأ 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 أشرب بقى وأسكر وأنهار زي الأفلام، وتنزل أغنية أعذريني في يوم زفافك ما قدرتش أفرح زيهم عشان ما خطرش في يوم في بالي إن أبقى واحد منهم. وبعد كده خبط الكوبايه في الحيطه تنزل تتدغدغ مليون حته، وامي تقول لي كده كسرت الكوبايه يا حمار. اقول لها بقى تاخدني في حضنها وتطبطب عليا وتقول لي ما تعملش في نفسك كده، ده انا رايح اللي بيعك بيعه، بكره اجوزك ست ستها. اقول لها ايوه يا اما انا لازم اتجوز ست ستها عشان ابقى راجل وست ستها، واقعد ابكي بقى. بعد كده اقعد ابكي انا بقى. يا ظالم يا ظالم يا ظالم. ايه المونولوج الطويل ده يا ابني؟ ولا محتاج تعمل اي حاجه من دي، ولا تكسر كوبايات ولا تشرب بيره ولا اي حاجه. بص يالا، انت برضه صاحبي وانا هعمل معاك واجب. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ وانا لسه قلت هعمل معاك واجب. هو بص انت ايه، انا كنت شاري للبنت وزه شبكه ب 25,000 جنيه، ادفع انت 30,000 جنيه يا معلم واديك وزه واعمل لك تنازل في الشهر العقاري. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ ايوه. قلب الصغير هيحتمل هذه المفاجآت. عيب يا ابني، انا عمري هضحك عليك. غير كده بقى، بدله الفرح هديه مني ليك. والله بجد؟ ايوه، انت هتروح للراجل الترزي هتدي له 3,000 جنيه وتاخد البدله. الف مبروك يا ده عربي. حقيقي انت اخ وحقيقي انت عبيط. رساله رساله رساله
ايه ده؟ نمرة غريبة، احضر عند المطار عشان تستلم السي دي. كلمة السر الحياة حلوة، لأ الحياة حمراء. ايه ده؟ اكيد سيد رنة، بس سيد رنة انا مسجل اسمه. امال ده اسم مين؟ دي نمرة مين؟ مش اشكال ولا جلدة. جلدة طلباتك مخلص، امرك مخلص، امرنا مخلص، لينا كيلك على طول مخلص. انت بتنت مخلص ولا ده؟ انا بنده، انا بنده. بص انت رحت للسيد رنا؟ لا كلمته بس طلع تليفونه مقفول، او ربما يكونوا مشغولا، او ربما يكونوا خارج نطاق الخدمه، او ربما هو يكون قافله مثلا وباخد دش. يعني عموما انا بفترض يعني. لا ما تفترضش، اصل الافتراضات مش هتخلص، ممكن اقعد جنبك يومين هنا. صح. هو واضح ان غير نمرته وبعت لي رساله قال لي اروح استلم السي دي من عند المطار، بيقول لك تحت المظله كلمه السر الحياه حلوه، لا الحياه حمراء. هو قال الحياه حلوه لا الحياه حمراء؟ آه. ده بيهزر بقى. بيهزر. والله اروح انا بقى اجيبها لك ولا انت تروح تجيبها؟ ما انا مش هينفع اروح اجيبها عشان الفرح بتاعي. لا وانا صاحبك ده بضفاير، تقعد انت زي البرنس تجهز الفرح، اروح انا اجيب لك السي دي. هي ماشي يا عم، وانت برضو روح معاه فهمه هيعمل ايه بالظبط. زي ايه؟ طب تعالى انت قول لي.